انفاق كان عندنا عالي في فترة حكومة اياد علاوي اللي هي ما يؤسف اليه، اكبر ملف فساد في وزارة الدفاع هي في فترة حكومة اياد علاوي، كان عندنا خط شروع للتسليح، والله في حينها كان بامكاننا انه نسلح روسيا ما حد يندق بينا، لان كان الوضع مرتبك، ومجرد نتحرك بهاي الاموال اللي انباقت كان نسوي بنى تحتية، نعيد البنى التحتية الروسية، وبالمناسبة ربع الاسعار، يعني اذا هذه نحصلها بمليون فانت مقابلها 3 مليون سعر المعدل اللي هي من الغرب، فكان بامكاننا بالمبالغ المتيسره في زمن حكومه اياد علاوي ان نسلح جيشا كجيش العراقي بالاموال اللي في هذه الحقبه الزمنيه فقط انسرقت.